السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا فجر. صباح الخير يا فجر. صباح النور. معنا صوت السلامات. الله يسلمك حبيبتي يا فجر. أنا بخير الحمد لله، وأشكرك الصراحة على سؤالك يا فجر. شخبارك؟ زينة الحمد لله، إن شاء الله دوم يا رب. فجر، سمعتي موضوع اليوم في البداية؟ شيلت اليوم سمعتي شكلت في بداية الفقرة عن موضوعنا اليوم؟ إيه. يلا، أنت ما شاء الله صديقة البرنامج ودايما التابعين، قولي لي شنو تكلمت عن شنو؟ تكلمتي عن الاحتفالات صح؟ الوطنية. إيه. إنزين، وإحنا نبي نتكلم عن درب الساعي. أكيد سمعتي عن درب الساعي يا فجر صح؟ أنا ما رحت لكن أعرف شنو فيه. حلو، ما رحت. إنزين شنو تعرفين؟ أعطيني شيء واحد على الأقل عشان أنا أستفيد. في عروض. عروض، إنزين. ورحتي السنة الماضية يا فجر؟ رحتي السنة الماضية حق درب الساعي؟ السنة. إيه. إنزين، وهالسنة ناوية تروحين إن شاء الله؟ إيه. عفية عليك يا فجر، وأنا أقولك أكيد روحي واستانسي، وأهم شيء أهم شيء يا فجر، بما أنه برد يعني أقولك أنتي وحق كل أصدقائنا إن شنو لازم تدفون عدل. يلا كل لابسين جاكيتات. عفية عليك، لأن الجو بارد، وأهم شيء تشربين شيء دافي، وسلامتكم أهم. شيء طويل. يده طويلة. عفية عليك، شيء طويل ويدفيكم، لأن سلامتكم أهم من كل شيء يا فجر. إنزين. عفية عليك يا فجر، وشكرا على مشاركتك الحلوة معانا، وروحي درب الساعي يا فجر. إنزين. يلا مع السلامة، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعانا فجر. صباح الخير يا فجر. صباح النور. معنا صوت السلامات. الله يسلمك حبيبتي يا فجر. أنا بخير الحمد لله، وأشكرك الصراحة على سؤالك يا فجر. شخبارك؟ زينة الحمد لله، إن شاء الله دوم يا رب. فجر، سمعتي موضوع اليوم في البداية؟ شيلت اليوم. سمعتي شكلت في بداية الفقرة عن موضوعنا اليوم؟ إيه. يلا، أنت ما شاء الله صديقة البرنامج ودايما التابعين، قولي لي شنو تكلمت عن شنو؟ تكلمتي عن الاحتفالات صح؟ الوطنية. إيه. إنزين، وإحنا نبي نتكلم عن درب الساعي. أكيد سمعتي عن درب الساعي يا فجر صح؟ أنا ما رحت لكن أعرف شنو فيه. حلو، ما رحت. إنزين شنو تعرفين؟ أعطيني شيء واحد على الأقل عشان أنا أستفيد. في عروض. عروض، إنزين. ورحتي السنة الماضية يا فجر؟ رحتي السنة الماضية حق درب الساعي؟ السنة. إيه. إنزين، وهالسنة ناوية تروحين إن شاء الله؟ إيه. عفية عليك يا فجر، وأنا أقولك أكيد روحي واستانسي، وأهم شيء أهم شيء يا فجر، بما أنه برد يعني أقولك أنتي وحق كل أصدقائنا إن شنو لازم تدفون عدل. يلا كل لابسين جاكيتات. عفية عليك، لأن الجو بارد، وأهم شيء تشربين شيء دافي، وسلامتكم أهم. شيء طويل. يده طويلة. عفية عليك، شيء طويل ويدفيكم، لأن سلامتكم أهم من كل شيء يا فجر. إنزين. عفية عليك يا فجر، وشكرا على مشاركتك الحلوة معانا، وروحي درب الساعي يا فجر. إنزين. يلا مع السلامة، الله يحفظك.